اخواني واخواتي متابعين قناتي على اليوتيوب، احييكم اينما تكونون واينما تحلون. اليوم حلقتنا حول رواتب الموظفين والمتقاعدين وكيف تم تهريب اموال ما يسمى بالجحش المحشي الى ايران، وكيف استطاع المقبور ابو مهدي من اختلاس اموال ما يسمى بالحشد وتسجيل 45,000 مقاتل هوائي واستلام رواتبهم، وكيف اشترى 4 فنادق ما بين قم وطهران، واشترى مزرعة وداخلها احدى قصور شاه ايران السابق، وكيف يدفع مبلغ 10,000 دولار إلى بنته وإلى زوجته وتسجيلهم كمستشارين في الحشد. في البداية طبعا مثل ما عرفتوا يوم أمس تم المصادقة على ما يسمى برئيس وزراء العراق الجديد مصطفى الكاظمي. مثل ما قلنا سابقا مصطفى الكاظمي وتكلمنا عن تاريخه، هو شخصيا بس هو من عائلة طيبة جدا ومحترمة جدا، وأخته الفاضلة أستاذة جامعية في السويد، وحتى مثل ما يقولون بالعراقي دق الناقصة مع أخته في السويد، وطبعا الباقين اشتغلوا في أمور ثانوية واستفادوا من الأمر والوضع في العراق كما نعلم. مصطفى الكاظمي استلم رماد لدولة كان اسمها العراق، اللي استلموها السراق والحرامية من عام 2003 ولحد يومنا هذا. طبعا عادل عبد المهدي كما وصلت المعلومات يوم أمس، ومعلومات 90% موثقة، ومن المطار من مطار بغداد تم وصول موكب سيارات يضم عادل عبد المهدي وبعض مرافقين من الذين عندهم جنسيات ثانية لأخذ طائرة لتتجه إلى فرنسا. طبعا الكل يعرف بأنه عادل عبد المهدي جنسيته فرنسية ومواطن فرنسي ما إلى أي علاقة في العراق، و1000 شهيد أو أكثر من 1000 شهيد و30,000 متظاهر اللي انجرحوا واللي انخطفوا. طبعا قالوا له يروحوا لك فدوة، دير وجهك واطلع. وكنا ما ننسى بأنه بنك الزوية اللي تم سرقته بإشرافه هذا المجرم. طبعا احنا وكل الأخيار الطيبين والشرفاء في أوروبا وبالتحديد فرنسا قمنا بتقديم رسالة إلى رئيس فرنسا وإلى المدعي العام الفرنسي، نتهم به عادل عبد المهدي بارتكاب جرائم حرب داخل العراق، والقانون الفرنسي يمنع أي مواطن فرنسي بارتكاب جرائم حرب داخل الأراضي الفرنسية وخارجها، وباعتباره مواطن فرنسي طلبنا قانونيا من المدعي العام رفع دعوة وشكوى باسم احنا 10 اشخاص وقعنا على هذا الرسالة عراقيين في المهجر ليتم التحقيق معاه، وتقدمنا الادلة عن شهداء المتظاهرين في العراق وفيديوهات وصور وكل هذه الامور، وباعتباره ما كان يسمى بالقائد العام للقوات المسلحة يعتبر هو الشخص المسؤول عن هذه الجريمة، جريمة قتل المتظاهرين وجريمة إصابة أكثر من 30,000 شخص في العراق وسرقة أموال الدولة. وأيضا طلبنا من المدعي العام كشف حسابات عادل عبد المهدي قبل عام 2003 وبعد 2003 وتضخم الأموال إلى والعائلة المتواجدة في فرنسا.
مصطفى الكاظمي استلم دولة خربانة، دولة مفلسة، دولة منتهية. بس المهم تم تعيينه رغم علامات الاستفهام اللي رفعت ضده من قبل ما يسمى بالمقاومة والمماتعة، لأنه كانوا مصرين ويصرون لحد الآن بأنه حينما كان مصطفى الكاظمي مدير للمخابرات في العراق هو اللي أعطى المعلومات إلى المخابرات الأمريكية في وصول أبو مهدي المهندس والمجرمين دول أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني، ويتهم ما يسمى بالجحش المحشي بأنه هو المسؤول عن قتلهم، ويسموهم شهداء، ويسموهم قدس الله سره، ويسموه آية الله، ويسموه شهداء. وهالكلام يعني قاسم سليمان اللي قتل عشرات الآلاف من العراقيين، والمجرم أبو مهدي المهندس المجرم اللي قتل عشرات الآلاف وأخفر عشرات الآلاف من العراقيين يسموه شهداء. المهم هذه المعلومات اللي وصلتنا بأنه أصبح البنك المركزي العراقي فارغ، وبدأوا ما يسمى بتراخيص بيع الدولار اليومي في العراق، واللي ما قامت بأي دولة في العالم إن كانت عربية أو غربية، ببيع الدولار في دولها إلى البنوك الخاصة. والبنوك الخاصة تعرفون حضراتكم كلها مملوكة للعصابات اللي تحكم العراق، والكوميشن اللي ياخذوه، وتراخيص الإجازات الاستيراد والتصدير، وكل هذا الكلام اللي نسمعه وتعرفوه حضراتكم. المصيبة الأكبر بأنه خزينة العراق فرغت، واللي دي يستخدموه ودي يبيعوه في الوقت الحالي من الدولار هو خزينة الدولة المتبقي. يعني احنا في شهر الخامس هسه، اقصى حد الى شهر الثامن العراق يعلن افلاسه، وخاصة بعد انخفاض اسعار النفط وعدم استفادة العراق من النفط اللي قاعد ينباع، يعني الاخراج النفط بالتراخيص اللي سماها هذا اللي كان ما يسمى بوزير النفط سابقا شهرستاني اللي باع التراخيص، اعطى عقود الى هذه الشركات بعد استلام رشاوي وكثير من الامور حضراتكم تعرفوها وقريتوا عنها. اللي قاعد ينقب عن النفط ويخرج النفط ما قاعد يغطي بيعه، وتعرفون حضراتكم بعد هذا الوباء اللي انتشر كل دول العالم ما قاعد لا تشتري نفط ولا تبيع، وخاصة بعد ما صار بوكس الكنتاكي أو الكي اف سي أغلى من برميل النفط في العراق أو في العالم كله. العراق رايح إلى الهاوية بالنسبة للوقت الحالي. بالنسبة للوقت الحالي الناس قاعد تشعر بخيبة الأمل من ما يسمى بالحكومة العراقية، من ما يسمى بالجحش المحشي، من ما يسمى بالمراجع، بما يسمى برجال الدين، بما يسمى بكل هذا الخيط والخرابيط اللي حكمت العراق من 2003. يا ناس يا عالم، أموال العراق راحت وانتهت، والعراق مطلوب أكثر من 160 مليار دولار. يعني الطفل العراقي اللي ينولد هسه في الوقت الحالي ينولد ومعاه دين على الأقل 25 ألف دولار من يوم ولادته. يعني في هذه الحالة العراقي من يولد هو مطلوب. شو وقت راح يسدد هذه الأموال؟ الله أعلم. على الوضعية الخربانة هسه وهذا الوباء اللي انتشر، أقدر أقول لكم في الوقت الحالي إلا إذا حصلت معجزة، وزمن المعجزات انتهت، بأنه تقوم يوم القيامة على المنطقة الخضراء وتنتهي، ويستلم الحكم وإدارة الدولة ناس شرفاء عراقيين، بعدها تكون الأمور مختلفة. بالنسبة للمتظاهرين اخواننا الابطال اللي من يوم واحد
10/2019 وهم رفعوا راسنا ورفعوا راس اي عراقي شريف داخل وخارج العراق بثورتهم هذه، وان شاء الله زمن السلمية انتهى. قبل عدة شهور من تقول ابقوا سلميين ابقوا سلميين، بس وقت الزمن والسلمية انتهى، وحضراتكم تعرفون ليش، وحضراتكم تعرفون بكل المتظاهرين رافضين ما يسمى بمصطفى الكاظمي والزمرة والعصابة اللي جايبها لحد الآن. وشفتوا حضراتكم هم الكابينة الوزارية الوزراء وزارات السيادية النفط والدفاع والداخلية بقت حتى يجيبوا لهم الناس الحرامية المحترفين كما عهدناهم، ويقعدون يسرقون وينهبون ما تبقى من هذا الوطن وما تبقى من أموال العراق وما تبقى لآخر دولار يتم سرقته، ويديرون وجههم ويطلعون مثل ما فعل محمد رضا السيستاني بالعراق. نقول قام بالدخل وطلع، ولا كثير طلعوا كذبوني وحكوا ولغوا بس بدون أي إثبات. أنا قلت محمد رضا السيستاني طلع من العراق، اثبتوا لي ما طلع من العراق. صار أكثر من 3 أسابيع دا أتكلم ودا أقول لكم طلع. شنو إثباتاتكم إلي أو للعراقيين، مو إلي أنا، ما أنا متأكد من اللي دا أقوله، للعراقيين؟ لا شفنا خبطة جمعة، هاي يسموها حقنة الجمعة، لا شفنا مسؤول أو واحد من اللي تابعين للمراجع يطلعون وقالوا ماكو هيجي شيء، أو صوروا فيديو محمد رضا السيستاني واقف، عبد المهدي الكربلائي، أحمد الصافي، هذا وين صاروا؟ وين صاروا؟ مو هذول اللي أنتوا تآمنون بيهم وتمشون ورعاهم وتعبدوهم وحاطيهم خط أحمر وتيجان راس، وكل من يتكلم عليه بس يشبع مسبة ويشبع ضيم وظلايم من عندكم وتهديدات. وده تشوفون حضراتكم من يوم اللي أعلننا هروب محمد رضا السيستاني لحد اليوم الميليشيات منتشرة بالعراق، التهديدات منتشرة بالعراق. أنا بالنسبة لي التهديدات صارت عندي قلاص مي، بس ده أتكلم على اللي داخل العراق. ده تشوفون الخطف زاد، ده تشوفون البربغندا وخاصة جماعة مقتدى السطل اللي قاعد يخطفون الناس، أو أي شخص يعتدي أو يتكلم بكلمة على بيت السطل يلزموه لو يزينوه لو يهددون. مجامع قامت تطلع ملثمة، ومجامع قامت تطلع تهدد، والميليشيات بدت هسه في انقسام لأن عرفت، مو لأن واحد يكره الأخ، لأن عرفت رواتب ماكو، أموال ماكو، ماكو بعد يمشي و 1500 و 2000 دولار ياخذ ويدير وجهه ويطلع. هذول يريدون اخر نفس للعراقي يدمروه ويسرقوه وينهبوه الى اخر سنت موجود في العراق. طبعا انا قلت واكرر كلامي، وهذه المعلومة دقيقة من ايران وصلتنا من ناس شرفاء في داخل ايران، اكدوا بانه المقبور ابو مهدي المهندس اشترى 4 فنادق درجة رابعة، يعني 4 4 stars، وواحد من عندهم 5 stars في قم وطهران، واشترى مزرعة من ضمن المزرعة داخل المزرعة احدى قصور شاه ايران، وهذا مسجل بالطابو في ايران، واللي وصل المعلومة ناس مقربين من داخل هذه المزرعة. والمصيبة الاكبر معين 322 شخص في هذه المزرعة للحراسة وادامة المزرعة والحفاظ على زوجته وبنته، ومسجلهم بأنه متطوعين من الحشد الشعبي برواتب وشغلات توصلهم. أبو مهدي المهندس على مدار هذه السنوات من صار هذا الجحش المحشي كان يبعث 10,000 دولار إلى بنته و10,000 دولار إلى زوجته،
باعتبارهم مستشارين فيما يسمى قيادة الجحش المحشي. وكان أموال 50,000 تقريبا اللي هم فضائيين بالجحش المحشي كانت توصل شهريا إلى إيران. هذا اللي أنتوا تسموه كان نزيه وكان شفاف وكان كذا وكان كذا. مع العلم شريكة بهذه الجريمة هو هادي العامري والفياض. هذول الثلاث المرح اللي ما بقى الدولار بالعراق ما تهرب الإيران أمهم. ليش؟ لأن كلهم ولاءهم الإيران وزوجاتهم إيرانية. هذول يا عراقيين اللي تسموهم أبطال وحرروا عرضنا وحرروا شرفك وحرروا ما أعرف شنو، وهم سبب خراب العراق وهم سبب إفلاس العراق. كم ما يسمى بين قوسين شهيد بالجحش المحشي. شنو قدمت لهم يا أبو مهدي المهندس وهادي العامري والفياض و و و و عوائل هذه الشهداء؟ انتهكتوا عرضهم، نسائهم، طردتوهم من بيوتهم اللي كانت هي تشينكو، مجرد تشينكو على أبو تجاوز، ونسوانهم أما تمتعتوا بيهم وطردتوهم أو شمرتوهم بالشوارع لا رواتب ولا حتى قبر حصلوا، حتى القبر اللي دفنوهم ما دفعوا أمواله. لا شفنا مرجعية اللي قالت الجهاد الكفائي طلعت وساعدت هذول ما يسمون بنفسهم عوائل الشهداء وما يسمى تلبية للمراجع. ما شفنا المراجع قامت تطتهم فد 10,000 دينار، ما نقول 10,000 دولار. هذيك العوائل ما الشهداء اللي انت تقولون عنها شهداء نايمة بالشوارع، نسائهم مختص بيهم، نسائهم يتمتعون بيهم، الباكستاني والإيراني والأفغاني، واللي ما ترضى عما تنقتل أو تتهدد أو تنخطف أو أو أو. وشفنا القصص والرسائل والأفلام اللي قاعد توصلنا يشيب إلها الطفل. قسما بالله ما مر على العراق مجرمين وقتله مثل هذولا. فيا عراقيين أمامكم خيارين، أما تبقون على العبودية وعبادة المراجع وهذا تاج رأسك وهذا خط أحمر، أما هذه الثورة العراقية اللي لازم ما تنتهي إلا بثورة مسلحة عراقية يتم بها تطهير العراق من عصابات الخضراء ومن عصابات المضاجع في النجف وكربلة والكاظمية، وما تبقون ما يسمى برجل دين بالعراق إلا تنتفوا عراقنا يرجع. العراق للشيعي وللسني وللكردي وللعربي والتركماني والصابئي والمسيحي والتركماني وكل طائفة أعتذر ما ذكرتها أو قومية، هم أبناء العراق ما طول هم عراقيين. العراق هيمة الجميع، نعلة الله على كل واحد بعد تحرير العراق يتكلم عن طائفة أو قومية، نعلة الله على كل واحد يتكلم مرة ثانية بشيء أو سني. العراق يبقى واحد من زاخو إلى الفاو غصبا على اليرضى والما يرضى. كل هذول القتلة والمجرمين الحمد لله شغلنا بدأ يمشي مثل ما قلت وكرر، احنا اول مكتب انفتح في كل اوروبا لمطاردة الميليشيات. وشفت حضراتكم الاتحاد الأوروبي أعلن ما يسمى بحزب اللات منظمة إرهابية وكل من يتعامل معها، وبدت إلقاء القبض والتفتيش والمداهمات وبالتحديد في ألمانيا. وعندي خبر يقين أما منتصف السادس بداية السابع راح يكون الجحش المحشي عامة على قوائم الإرهاب، وهذا اللي احنا اشتغلنا عليه من سنوات. امريكا والغرب ما عندهم صاحب صديق، امريكا والغرب استخدموكم يا حثالات المرجعية، استخدموكم كدواب محللين دمكم، لو تموتون طز بيكم، شي تمون بيكم، قابل التأشقر وعيونه خضر، عندك حقوق؟ ما عندك اي حقوق.
انت مجرد صرت اداة لراتب معين تيجيك، حتى للدول هاي الغربية بعثت لك اياها، بس اكو شيء اسمه هسه ستوب، ماكو شيء بعد يوصل للعراق، ماكو تسليح للعراق، كل شيء راح يوقف بالنسبة للعراق. لا دولة راح تدعين العراق مرة ثانية، ولا دولة راح توقف مع العراق مرة ثانية. والمصيبة الثانية، شفت حضراتكم كل ما يسمى برئيس وزراء يجي جديد، تشوفون أمريكا أهلا وسهلا، أوروبا أهلا وسهلا، الدول العربية أهلا وسهلا، من المالكي إلى العبادي إلى الجعفري إلى شو اسمه حيدر دعبلة إلى عادل عبد المهدي إلى الكاظمي. هذه مجرد مثل ما يقولون تسيير أمور في الوقت الحالي، بس أمريكا إن شاء الله طبخة لكم طبخة المرة ما راح تقومون من عدها. فيا شعب العراق، أما تصحى من العبودية أو أبقى مدمغ ويدمغون بيك المضاجع والميليشيات وكل قاتل وسافل يتحكم بيك وبأهلك وبعرضك، ويبقى عيرك ويبقى يهدم في مدنكم وأنتوا ساكتين. وصلت الرسالة؟ وأنا أعتذر إذا غلطت أو كذا، بس هذه الأمور بعد ما بها أي مجال أو تسامح مع كل مجرمي العراق. وقبل ما ننهي، نرجو من كل عراقي شهم وشريف خارج العراق، إن كان عنده أي معلومة عن ميليشياوي قاتل مجرم من جماعة الميليشيات هذه، بس يكون دقيق، معلومات كاملة، يبعثلنا مع الصور والعنوان ماله، وإلى مكافأة مجزية من عندنا، وإن شاء الله نقضي عليهم داخل وخارج العراق. تحياتي للجميع، ونشوفكم على خير.